يقول: أنا شخص يأتي إلي بعض المزارعين لرهن أراض زراعية مقابل مبلغ من المال بدون تحديد مدة سداد المبلغ، فأقوم بدفع المبلغ لهم ثم أدفع لهم أجرة مقابل زراعة الأرض حسب جودة الأرض، مع العلم بأنه ليس هناك أسعار محددة ويتم ذلك حسب الاجتهاد، فهل ذلك فيه شيء من الربا؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال غير واضح، فإن كان مقصود السائل أن عنده أراضي يؤجرها للمزارعين يزرعونها بأجرة محددة من النقود، أو بالعكس هو يستأجر أراضي من أصحابها بدراهم ويزرعها تكون غلتها له ويدفع لهم أجرة الأرض حسب ما يتفقون عليه من النقود، فهذا عمل لا بأس به على الصحيح، هذا عمل لا بأس به، ويجوز تأجير الأراضي لمن يزرعها أو لمن يسكنها أو لمن ينتفع بها مدة معينة بأجرة معينة محددة.